مين اللي طال عليك، لكن يعني رأيت أن عضو مؤتمر وطني وكذلك يعني وزير في الحكومة يتحدثان عن هذه الكرة التي تقذف الآن أمام الشعب في مسألة المسؤوليات وفي مسألة التحمل، من الذي يتحمل ومن الذي أخطأ وكيف هو الواقع الذي يعيشه المؤتمر الوطني والحكومة. لكن يعني هذا الواقع وبهذه الصورة، هل لازال لدينا أمل بالفعل؟ الليبيون، هناك من كفر بالثورة مثل حضرتك سيد حسن على الملأ، وهناك ربما من لا يريد اليوم يتحدث عن صدور كثيرة يعني لدي يعني تحمل الألم الكثير لما يقع في الفترة الحالية، وهذا الإحباط الذي عم الشعب ككل من هاتين السلطتين تحديدا. أولا، قضية أني كفرت بالثورة يعني هذه يجب أن لا تمسك علي لحظة من لحظات المأساة اللي احنا عايشينها أحيانا في حديثنا. بنحاول ان احنا نرسل رسائل اكثر والاقل، نبي ننبه، نبي لعلها تصل الى الناس وتحرك الشباب ويعقلوا. يعني احنا مرات نقول في كلام لنا من وراء مقاصد اخرى، لكن هذه الثوره ثوره عظيمه ما في شك عندما قامت كما تكلم الاخوه، ولا احد يجادل في ذلك. بالنسبه لسؤالك، انا دائما انسان متفائل رغم كل هالمأساة وهالفوضى العارمة اللي احنا عايشينها، أنا ما زال عندي أمل، لأن الليبيين الحقيقيين الخيرين أكثر بكثير من شداد الآفاق اللي للأسف الآن مسيطرين على المشهد. القضية وين؟ القضية إن احنا ما نش عارفين كيف نشتغل. وأنا هنا أنوع على مؤسسات المجتمع المدني. هذه المؤسسات دورها مهم جدا في مرحلة التحول. وفي حشد الشارع وفي تنظيم الشارع، احنا نشتغل بدون قياده. المؤسسات هذه يعني مبعثره، جهود مبعثره، ما فيش تنسيق، ما فيش حد يبي يشتغل مع الثاني، احنا ما نجح قادرين نشتغلوا كفريق، وبالتالي للاسف المجتمع المدني لم يقم بدوره على الوجه الصحيح. يعني تطلع مظاهره هنا الشعارات تختلف، تطلع مظاهره اخرى تطالب لي ب 14 مطلب، يعني في اشكاليه فعلا في العمل المدني لابد ان ننتبه ليها، ولابد ان نحن نربط بين كل هالقوى الخيره اللي موجوده في كل ليبيا، في طرابلس، في مصراته، في الزاويه، في غريان، في قوه خيره، في شباب والله العظيم رائع فعلا في ليبيا، وهم كتر، لكن الحلقه ما فيش ربط بينهم. بس خليني سيد، فانا ما زال عندي امل، انا ما زال عندي امل ليبيا سوف تخرج من هذا المنزلق، وهؤلاء يعني سقف المتاع اللي موجود اليوم سوف ينتهي. راهي فيه ناس يعني استفحلت الامور عندها من ناحيه تورطها في 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 في, في التعليم، تورطها في مآسي كثيره، واصبحت الان شعر بان لو الامور تتنظم وتبدا الدوله سوف تحاسب، وبالتالي راي في ناس الان حصلنا فيها، وفي ناس لابد من ان يجي يوم ونتعامل معها بحزم، لابد من حلول استثنائيه ومواجهه استثنائيه. بس خليني نقول رد على الاخ العزيز محمد النفي، المؤتمر الوطني ليس برلمان بالمعنى المعروف في العالم، ماهوش برلمان، هذا في حقيقته يفترض انه يكون مجلس تاسيسي لمهام محدده واستحقاقات محدده، وهو يريد ان يبني دوله ويريد ان يحدد قواعد اللعبه، وبالتالي المقارنه بينه وبين البرلمانات الاخرى هذا امر غير مقبول. وقضيه اللجان، الاستاذ محمد يعرف بنفسه ان صارت هناك اشكاليات كثيره، واحنا تكلمنا في هذا الموضوع اكثر من مره، قضيه التدخلات وايضا قضيه، يعني انا تكلمت عن هذا في السابق، يعني في لجان بعثت نفسها الى دول يفترض انها هي يرسل لها خبراء يعينها من الوزير المختص. يعني هذه اللجان تقدم مقترحات، تقدم تقارير، ولكن لا تقوم بالعمل التنفيذي. الان في هذه المرحله انا من رايي وما زلت مصر ان اللجان يجب ان تلغى. احنا خلاص ما زال 3 4 اشهر، خلوا نشكل مجموعه بتوافق معين تتولى عمليه المتابعه. الشيء الثاني، في السيد محمد طلب مني تقارير. يا اخي اذا كان الان 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 فقط اليوم تم اختطاف طفله عمرها 14 سنه الان في طرابلس، بعدين نقول للسيد محمد عندي راجع
الشكاوي والتقارير اللي وصلت لجنه حقوق الانسان موجوده عندك في المكاتب هناك، انت مانكش محتاج الى تقارير حسن لمين، وبعدين التقارير اصبحت ما لهاش حتى معنى. الليبيين الان في كل مدينه في كل قريه يشاهدوا بام عينهم قضيه استقواء هذه الميليشيات وهذه المجموعات الاجراميه. خلوا هاشم بشر في اللجنه الامنيه يطلع الملفات اللي عنده، انتم ليكم الصلاحيه، خليه يتكلم على عدد الفتيات اللي تم اختطافها في طرابلس، خليه يتكلم على عدد الموتى القتلى اللي يجدوا فيهم كل صباح في الشواطئ. بعدين الشيء الثاني، خليك من تقارير حسن لمين، التقارير موجوده من كل من هب ودب، موجوده تقارير المنظمات الدوليه، تقارير منظمات حقوقيه داخل ليبيا، الناس اللي قاعده تتكلم وتصف في المشهد بشكل يومي، هذه لا تحتاج الى تقارير حسن الامين. الشيء الثاني، قضيه الاعلام، الاعلام هو ربما اكبر انجاز تحقق في 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 في, في, في الثوره. اشكاليه الاعلام ما هيش في المعلومه، المعلومات كثيرة والحقيقة هذا إنجاز كبير، لكن إشكالية الإعلام في التصرف مع المعلومة، في التصرف في المعلومة وفي طريقة التعاطي لا أكثر ولا أقل. لكن الإعلام الآن يطلع في الحقائق، يقول في أشياء كثيرة في, 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 في الأنظمة القمعية لا يمكن أنك تجدها على الإطلاق. الشيء الثاني، أستاذ محمد يقول أنتم تهولوا، كيف نهولوا يا سبحان الله، كيف نهول يا سبحان الله والامر قاعد نشوفه فيه بام عينه. هذا وزير قاعد يتكلم، تكلموا قبل اناس اخرين كثيرين، المشاهد الدمار والحرق والقتل والقمع موجوده بشكل يومي، مؤسسات الدوله عاجزه غير قادره، تدخلات من كل طرف من كل في كل مكان. يا اخي احنا لا نهول، احنا لا نريد ان نزعج الناس، لكن تعال عدي شوف انت على المستوى الشعبي، لما تمشي تقعد في قهوه، لما تمشي تقعد في مطبوعه، لما تحكي مع شخص، ما هو حديث الشارع؟ اليس تدمر؟ ليس سبب هذا هو الاعلام؟ الان المعلومه تصل بشكل مباشر، الناس يكلموا فيك بشكل مباشر، انا تصلني الاف الرسائل عبر حسابي على الفيسبوك من اشخاص يحكون في 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 اشياء يندلها الجبين. عندنا نساء قاعده، بالامس القريب وصلتني رساله من امراه خطف ابنها والان هي هاربه موجوده في تونس. احنا لا نهول يا استاذ محمد، لكن الوضع يجب ان نشخص بشكل الحقيقي. طيب، يجب ان لا نبالغ، نعم، ولكن ايضا يجب ان لا نداري، يجب ان نقول الحقيقه. الشيء الاخر، المؤتمر الوطني خليه يطلع لي كشف حساب الان ويقول لي ما الذي حققه حتى الان في الاستحقاقات اللي من اجلها انتخب. ليس هناك اي استحقاق. الشيء الاخير، يتكلم السيد محمد عن حقوق الانسان، والقرار رقم 5 بعدم اهانه الثوره 17 فبراير اللي انتقده الكثيرين داخل ليبيا وخارجها. اذا كان هذا مؤتمر وطني يقدم لنا قرار ينتهك حقوق الانسان، فكيف يقول لي السيد محمد ان نحن نبالغ وان نحن نزايد؟ طيب، نحن لا نزايد على احد، نحن نقول الحقيقه. وانا عندما خرجت من المؤتمر يا سيد محمد لم اخرج الا بعد قناعتي التامه، اولا بانني عاجز عن الشغل من داخل هذه المؤسسه، ثانيا باني وصلت الى قناعه بان هذا المؤتمر عاجز، وانتم ما عليكم الا تراجعوا تاريخ خروجي من هذا المؤتمر والكلام اللي قلته في ذلك الوقت، وشوفوا الوضع اللي وصلنا له اليوم في ليبيا. الكلام اللي قلته الان كله قاعد يصير على ارض الواقع، لم تنتبهوا وقتها ولم تتعاملوا مع الامور في وقتها، والان كل واحد قاعد يكرر في الكلام اللي كنا نقوله فيه. بس محمد، نحن لا نزيد، انا بحترمك كثير، انت شخصيه عزيزه علي، لكن لا تقل لي قدم تقارير، التقارير موجوده على ارض الواقع نشاهد فيها بام عيننا. طيب، الإشكال